Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avant de commencer avec les exercices, c'est-à-dire les QCU du chapitre 2, on va travailler ensemble un travail personnel, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre plusieurs molécules. Pour chaque molécule, on va chercher ou on va écrire en utilisant plusieurs méthodes, la structure de Lewis ou la représentation de Lewis ou la formule de Lewis. Puis on va chercher ou on va calculer les charges formelles de chaque atome dans cette molécule. Et puis on va chercher la catégorie ou le type VSEPRAXMEN de cette molécule. Puis sa géométrie. Et finalement, on va chercher l'hybridation de l'atome central dans chaque molécule. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je viens de dire maintenant. Tout d'abord, je vais commencer avec la molécule SCl2. وهلأ بهيدي المولكول أنا لحطبق الميثود اللي علمتكن عليها بالكور بقلب السلايدات. هون أنا كاتب لي ديفيرونت إتاب أون ديتاي. سوا لا مولكول SCl2. سي لا بروميير مولكول. SCl2. أول شيء أنا جو فو كونساي ديكرير ديريكتومون أكوتي لي ريبريزونتاسيون دو لويس دو شاك أتوم دون سيت مولكول. شو سينيفي سا؟ يعني أنا عندي SCl2. SCl2, شو في بقلبها؟ عندي ان اتوم دو سوفر و دو اتوم دو كلور. ديريكتومون جيكري اكوتي S ريبريزونتاسيون دو لويس، CL ريبريزونتاسيون دو لويس. انا كيف فيني اعرف اتذكر انه الاس عليها 6 الكترون بهالشكل والكلور عليها 7 الكترون بهالشكل؟ في شغلتين، او انا بدي اكون حافظ مثلي انا مثلا انا معود عليهم حافظهم. السوفر بعرف هو جروب 6، يعني 6 الكترون دو بالانس. كرمالك انا علمتكم الجروب، جروب 6 يعني 6 الكترون دو بالانس. واللي ما حافظ انا بالاكزام عاطيكم التابلو بيريوديك، بروح على التابلو بيريوديك بشوف البوزيسيون تاعت السوفر وين موجوده، بلاقيها بالجروب 6 ديريكتومون. بقول الاس عليها 6 الكترون، هي جروب 6 او كولون 16، سي لا ميم شوز. الور الاس عليها 6 الكترون، الكلور جروب 7 او كولون 17، وانا حافظه كمان هذا الكلور هو جروب 7 عليه 7 الكترون. هلا فيو رح نعمل كثير براتيك توصل لمرحله بتحفظوهم شوي للاتوم، مش الكل بس اللي بيبرقوا معنا اكثر شيء، مثلا الهيدروجين، الاكسجين، الكربون، الازوت، الفلور، الكلور، الفوسفور، السوفر مثل هلا، البريليوم، البور. اوكي، هالاشياء بتمرق معنا كثير بقلب الموليكول، مع الوقت بتحفظوا كل اتوم باي جروب موجود. اي بار كونسيكون اون فوا بتعرفوا الجروب، يعني عرفتوا الالكترون دي فالونس، يعني صرتوا قادرين ترسموا ريبريزونتاسيون دو لويس دو شاك اتوم. مثل هون هلا، فاذا SCl2 انا ديريكتومون بكتب حد منه ريبريزونتاسيون دو لويس دو شاك اتوم دون لا موليكول. عندي اس وCl2، هيدي اس وهيدي Cl2، انا بدي استعملهم هلا بعد شوي. اول ايتاب شو بتقول ميثود بور اكرير كوركتومون لا ستركتور ولا فورمول دو لويس دو سيت مولكول. تو دابور كالكولي لو نومبر توتال دي الكترون دو فالونس دي اتوم بريزون دون لا مولكول. كرمال هيك انا كتبتهم، فاذا كالكولي لو نومبر توتال دي الكترون دو فالونس، بدي جمع الالكترون دو فالونس دو شاك اتوم دون سيت مولكول. On tient compte de la charge. هلا هون انا ما بتهمني هذا البارتي بهذا الموليكول لانه ما عليه شارج. لو عليه شارج موان او شارج بلس، هلا بتشوفوا بالاكزامبلات لقدام رح استعمل كثير شارج، بناخذ بعين الاعتبار الشارج بالكالكول. هون بما انه ما عندي شارج فاذا ما عندي مشكله. ببلش هلا، كومون جو في لا سوم دي زيليكترون دو فالونس دي اتوم دون سيت موليكول؟ الاس قد ايه عليها؟ 6 بلس السي ال 7. قد ايه عدد السي ال؟ 2 سي ال. الور جو ملتبلي بار 2.
بدي اضرب بعدد الاتوم، بدي انتبه لهذا الموضوع. بيطلع الصم 20 الكترون. طلع عندي النمبر توتال دي زيلكترون دو فالانس دي اتوم كي كونستيتو سيت مولكول اس سي ال 2 ات ايغال ا 20 الكترون. هذا الرقم شو بيعكس؟ هذا الرقم يعني عنده هذه المولكول او توتال 20 الكترون دو فالانس. 20 الكترون دو فالانس ديفيزي بار 2 بيطلع عندكم 10. 10 يعني بنقول عنده الاس سي ال 2 دي دوبلي 10 دوبلي. لما اقول دوبلي بين دوبلي ليون وبين دوبلي ليبر. دوبلي ليون بتعرفوا هي الليزون، بينما دوبلي ليبر هي البير ليبر اللي بتكون على قلب على الاتوم، هي الشحطه اللي بنحطها على الاتوم. فاذا عنده هيدا انا من بعد ما ارسم هلا اخر شيء، اذا رحت عديت كل الدوبلي بقلبه لما ارسم لويس تاعيته لازم يطلعوا 10، هيك بتاكد انه شغلي صح. اذا عنده 10 دوبلي بين ليون ونون ليون، بين الليزون بين دوبلي ليبر. دوبلي نون ليون هي الدوبلي ليبر، هي البير ليبر، بينما الدوبلي ليون هي الليزون. اوكي، فاذا انا هلا عملت كالكول للنمبر توتال دي زيلكترون دو فالونس طلع الجواب 20 الكترون. كثير منيح. بروح للايتاب اللي بعدها، ريبيري لاتوم سنترال. ولا انا كومون جو ريبير لاتوم سنترال؟ هون انتبهوا لهذا الموضوع. انا عاده بقلب المولكيول كيف بعرف الاتوم سنترال؟ هلا دون لا بليبار دي كا هو اقل شيء عددا. اذا بدكم يعني انا عندي وحده اس واثنين سي ال، سي لوجيك انه تكون الاس بالنص وحواليها سي ال. هلا لقدام رح مر اكزامبلات ثانيين بيكون عندكم مثلا اثنين اتوم نفس العدد، مين بنقي؟ اي سنترال؟ هون بدنا نفتش مين هو اللي فيه يقعد بالنص. هو عاده سيلوي كي بو فير اون اكسبانسيون دو لا كوش دو فالونس، يعني في يعمل الليزون اكثر، في يفتح ايديه اكثر ليقعد بالنص. هلا بنشوفهم هول اكزامبلات شوي شوي لقدام. لحد هلا انا عاده كيف باخذ الاتوم سنترال؟ هو الاقل عددا بقلب المولكيول، وحده اس واثنين سي ال، جو ريبير لاتوم سنترال سو لو سولفر. ثاني ايتاب ليي لاتوم سنترال او زوتر اتوم بار دي تيري. هذا النص هو ذاته ماخذه من سلايدات انا اللي كتب لكم اياهم، عم برجع اكتبهم لحتى نطبقهم على الاس سي ال. هلا لقدام ما بقى رح اكتبهم كلهم بما انه هلا اول مره. ليي لاتوم سنترال او زوتر اتوم بار دي تيري، هذا الاتوم سنترال، لي زوتر اتوم بالاس سي ال 2 هن 2 سي ال. فوالا جي ريلي الاس aux autres atomes. هول الاتوم بسميهم اتوم بيريفيريك. بيريفيريك يعني على الاطراف. وهذا الاتوم سنترال جي ريلي فيا دي تيري. شو يعني تيري؟ يعني ليزون كوفالونت سامبل. هيدي قد ايه كم الكترون؟ هيدي 2. وهيدي كم الكترون؟ هيدي 2 2 2 صافي 4. يعني انا قد ايه استعملت من هول 20 لحد هلا؟ استعملت 4 الكترون. اتفقنا هودي ال 20 هن عباره عن 10 دوبلي بقلب المولكيول. انا استعملت لحد هلا 2 دوبلي ليون. كرمال هيك هون بقول لكم، شو بقول لكم هون؟ ريبارتير لو ريست دي زيلكترون دو فالونس. ليه بقول لكم لو ريست؟ لو ريست دو كي؟ لو ريست دو سيت صوم. انا استعملت 4، لو ريست سي كومبيان؟ سي 20 موان 4. كرمال هيك بقول لكم ريبارتير لو ريست دي زيلكترون دو فالونس سو فورم دي بير ليبر en veillant autant que possible à respecter la règle de l'octet. Parce que انا باخذ الريست اللي بقي من الالكترون دي فالونس من بعد ما نقص منهم اللي استعملتهم هون بالتيري اللي هن 4 اللي هن 16 طلعوا اخر شيء، هول ال 16 je dois les répartir sous forme de paires libres. هول ال 16 كم بير ليبر؟ البير ليبر هي 2 الكترون. 16 divisé par 2 ça fait 8 doublés libres. Alors je dois répartir 8 doublés libres بقلب هيدي المولكيول en veillant autant que possible. هذه كلمه autant que possible كثير مهمه، يعني قد ما بنقدر. اذا ما قدرت ما بيأثر. هلا كيف الطريقه كمان؟ comment moi je répartis les doublés libres؟ je commence par les atomes périphériques. انا هيك بعمل، بلش بالاتوم بيريفيريك. on commence par les atomes périphériques. عندي 8 بلش بالسي ال، بقي بروح للاس، ما بقي ولا شيء خلص ما بيأثر، بنروح للشارج فورمال لاخر ايتاب. فإذا on va répartir 8 doublés libres. Je commence par les atomes périphériques. واحدة، اثنين، ثلاثة، عملت أوكتي. هيدي كيف يعني عملت أوكتي؟ 2 plus 2 4 plus 2 6. وهيدي شو؟ هيدي 2 لهون و 2 لهون، يعني عندها 2 منها صافي 8. استعملت 3 doublés libres. وهون 3 6. شو بقي عندي أنا؟ كم doublés libres عندي؟ ما بدي أنسى، 8 doublés libres. بعد عندي 2 بحطهم على الصفر.
كلهم عاملين اوكتي، هيدا كمان عامل اوكتي 2 4 6 8 وهيدا عامل اوكتي 2 4 6 8 بهالطريقه كلهم عاملين اوكتي، ما عندي مشكله. هل خلصت الستركتور؟ بعد بدي اكتب الشارج فورمال، اخر ايتاب هي اهم ايتاب، هي اكرير للشارج فورمال بشك اتوم. هو الشارج فورمال بيقول لي اذا شغلي صح اخر شيء ولا لا. وانا شو منتظر؟ منتظر انه بدي اجمع الشارج فورمال، بدي يطلع الشارج دو لا مولكول. هون الشارج دو لا مولكول زيرو، يعني انا اذا كتبت الشارج فورمال لكل اتوم وجمعتهم لازم يطلع زيرو. ساعتها بقول انا خلص شغلي صح، هيدي المولكول دلوس المضبوطه للاس ال دو وخلصت لها المولكول، خلصت المولكول. كيف بجيب الشارج فورمال؟ الشارج فورمال في ميثود ساينتيفيك علمتكم عليها بالكور، وفي ميثود علمتكم عليها المره الماضيه حجي اذكركم فيها هلا. بعمل بكل بساطه على التابلو نحن نعملها بعد شوي، بعمل سيركل حوالين السائل. شوفوا هيدي السيركل، بعد شو في بقلبها، كم الكترون هيدي السيركل، شو في بقلبها؟ عندي 2 4 6 7. هيدي انا لما اعمل سيركل هون على الليزون يعني قسمتها بالنص، هيدي مش اثنين لهون واثنين لهون، هيدي مش الكترون ميزون كومان، مش هيدي كانت بوان من هون وبوان من هون لحتى صارت هالليزون. انا لما قسمتها بالنص صارت وحده الكترون للسائل. فاذا هيدي الليزون لما انا تمرق فيها السيركل ساعتها بعدها وحده الكترون لهون، قسمتها بالنص هي اثنين الكترون، لما قسمتها بالنص بقي لها وحده، وبعدين بقلب السيركل في هالبوان بيني معي بس. فاذا 6 7 بقلب السيركل في 6 الكترون. هو الكلور لحاله قد ايه؟ شفتوا شو عزناهم لهو؟ قد ايه هو لحاله؟ هو 6. انا شو رح اقول هلا؟ بقلب الدائره في زياده عما هو لحاله، احفظوا النص. في نقص عما هو لحاله ولا مثل ما هو لحاله؟ بهالحاله طلع مثل ما هو لحاله، شو بيكون عنده شارج فورمال؟ زيرو. لو بالدائره في شيء زايد عما هو لحاله بده يحمل موان، لو في شيء ناقص عما هو لحاله بده يحمل بلس، وعلى عدد اللي زايد والناقص بحط عدد البلس ولا عدد الموان. هالطريقه كثير براتيك وسريعه، ليه بدي اعمل هالكالكول الطويل؟ وكل واحد مثل ما بده. هاي ميثود كثير حلوه. هون نفس الشيء، اذا بعمل سيرك في 7 هو لحاله 7 0، اعملوا سيرك حوالين الصفر ولا عملت سيرك حوالين الصفر، شو في بقلب السيرك هون؟ 2 2 4 5 6 هو لحاله 6، انا حافظهم هو لحاله 6 وبالدائره في 6، فاذا 0. اجمعوا الشارج فورمال، جمع 3 0 0. هلا في يقول انا فوالا جي بيان اكري، جي اكري كوركتومون لا ستركتور دو لويس دو اس سي ال 2. Et j'ai obtenu des charges formelles zéro quand même. C'est le plus préféré. Ou quel est l'atome de l'album à min octet? Mon thèse est très bien. Heda, talab aïa chimiste. Hek, khalas la hed molécule Lewis ou charge formelle. Si je demande la catégorie, voilà, je dois écrire la catégorie ou le type suivant la méthode ou la théorie de VSEPR. Kif d'amoul? AXMEN. L'S ou l'A. Bektob X ou E. انا جدوى شرشي الام والان. الام شو هو؟ الاكس هو الاتوم لييه الاتوم سنترال، الام هو النمبر داتوم لييه الاتوم سنترال. كمبيان داتوم جي اسي لييه الاتوم سنترال؟ عندي سائل من هون وسائل من هون، كم اتوم مش كم ليزون، انتبهوا، كم اتوم لييه الاتوم سنترال؟ اليا دو اتوم، جيكري دو. هو يرابريزونت لي بير ليبر، هاو لي بير ليبر هيو ريبريزونت لي بير ليبر سور لاتوم سنترال. كومبيان جي؟ مش بقلب المولكيول نعد كل البير ليبر، لا كمان انتبهوا بس على الاتوم سنترال. هيدي لا اكس ام ان، كومبيان دو بير ليبر جي سور لاتوم سنترال؟ جي 2 1 2، بحط 2 كرمال هيك. اذا لوز غلط تطلع الكاتيجوري غلط، اي بار سويت جيومتري غلط. كرمال هيك انا ضروري اكتب منيح كوركتمون لا ستركتور دو لويس دو نامبورت كان مونيكول. اكس 2 او 2 بتكونوا حافظين بلان كودي، بلان كودي يعني انجولار، فيكم تكتبوا انجولار سي باك. اذا بدي ارجع لهيدي المولكيول وبدي عد مثل ما حكينا اول شيء، طلع عندي التوتال 20 الكترون، قلنا دي دوبلي، هات نعد عنده دي دوبلي، اي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دي دوبلي بين ليون بين ليبر. هيدي دوبلي ليون، هيدي دوبلي ليبر.
عنده 2 دوبلي ليون وعنده 6 7 8 دوبلي ليبر صافي او توتال 10 سي لا مواتي دو 20 الكترون دي فالونس فاذا شغلكم صح كمان كيف ما لقيتوها بيمشي الحال جبنا الكاتيجوري جبنا الجيومتري سي جو دوموند ميتنون دو شيرشي l'hybridation de l'atome central. Anna, je peux vous demander de chercher l'hybridation de n'importe quel atome, c'est pas grave. Parce que la plupart des cas, on demande celui de l'atome central. Elle m'a écrit AC, Anna, il y a un atome central, c'est pour simplifier. OK? Abréviation. A, atome, C, central. Alors, je dois chercher l'hybridation de l'atome central. Comment je fais? Tout simplement, la méthode simple, la lame qu'on a alayha. Haïda souffre. Soufre comme sigma عنده comme double libre. Je fais la somme. عنده sigma ou hey sigma ça fait 2. Double libre ça fait 2. عنده 2 sigma ou 2 double libre. Au total, c'est 4. يعني عنده 4 orbitales atomiques hybrides. أي type d'hybridation بيأمن لي 4 orbitales atomiques hybrides. L'SP, أنا عطيتكم اياهم en résumé. Là, l'SP 2. 2 orbitales. L'SP2, non. L'SP2, tlété. L'SP3, et. L'SP3, هن عددهم 4 orbital atomique hybride. Les 4, لأنه 1, pour l'S, في 1 ou 3, ça fait 4. L'hybridation de l'atome central, c'est SP3. Voilà, هايدي la première molécule. On va faire la même chose. لحنعيدهم هن زيتهم, mais en utilisant la molécule de SO3. هوني أكيد أنا جو با إكري النص تبع أول مرحلة رح أختصر شوي بالنص بس الباقي كله بالتفصيل. سوا لا مولكول SO3 إي إسي جو سويت إكرير لا ستركتور دو لويس دو سيت مولكول بوي لي شارج فورميل ديز أتوم بوي لا كاتيجوري بوي لا جيومتري بوي ليبريداسيون دو لاتوم سنترال مثل ما عملنا أول مرة رح نعمل بكل المولكول اليوم. SO3 ال SO3 فيها وحدة S وثلاثة أكسجين. الاس والاو اثنيناتهم جروب 6 انا برجع بقول حافظهم انتم معكم التابلو بيريوديك هيدي لويس للاس وهيدي لويس للاكسجين فوالا اجباري اجباري ما تنسوا حطوا ريبريزونتاسيون دو لويس دو شاك اتوم دون سيت مولكول انا بهون بالمولكول في اس وفي او حطيت الاس وحطيت الاو اثنيناتهم جروب 6 نمبر توتال دي الكترون دو فالونس دي اتوم كي كونستيتو سيت مولكول الاس 6 عدد واحد فإذن 6 بلس الأو 6 فوا 3 ما عندي شارج هون ما في مشكلة 6 فوا 3 بلس 6 صافي 24 إلكترون هيدا النمبر توتال ديز إلكترون دي فالونس 24 ديفيزي بار 2 بيعطيكم 12 دوبلي يعني أنا لما أرسم لويس آخر شيء تاعت الأس أو 3 إذا بعد الدوبلي بين ليون ونون ليون لازم يطلعوا 12 مثل ما عملنا بالأس سي ال 2 هلا بنشوف آخر شيء بس نخلص ريبيري الاتوم سنترال الاس هو الاتوم سنترال اقل عدد اس وفي 3 او اكيد الاس ريليي الاتوم سنترال او اتوم بيريفيريك اللي هن الاو هلا انا عملتهم هيك فيكم انتم تجلسون هيك ما في مشكله انا لانه عارف مسبقا شو هي الجيومتري انتم ما في مشكله انتم على الخرطوش بترسموا مثل ما بدكم لما تعرفوا الجيومتري بترجعوا بتظبطوا لها الجيومتري للمولكيول اوكي ريليي aux atomes périphériques par des tirés tirés يعني الليزون مثل ما قلنا كل وحده 2 الكترون 2 4, 6, 6, يعني هلا حتى هلا انا جي اتيليزي 6 من هول 24. ريبارتير لو ريست 24 موان 6 يبقى عندكم 18 الكترون. ريبارتير لو ريست اللي هن 18 الكترون سو فورم دو كوا دو دوبلي ليبر اللي هن 18 ديفيزي بار 2 طلع عندي 9 دوبلي ليبر. هنا 9 دوبلي ليبر جو دوا ريبارتير على هيدي المولكيول en veillant autant que possible. كلمة autant que possible قد ما بنقدر ما قدرنا ما بيأثر. À respecter la règle de l'octet. Je commence par les atomes périphériques. مثل ما اتفقنا. 9, لحبلش. بحط 3 على O. عمل octet. 2, 4, 6, 8. بحط 3 على تاني O. عمل octet. هني 9, ما معنا ننسى. هني 9 دوبلي ليبر. بعد عندي 3 بس. حطيت 3 على تالت أكسجين. عمل octet. 2, 4, 6, 8. ما بقى عندي شيء للأس. طب بتطلع فيها للأس. طب ما عامل octet. ما بيأثر. نحن بعد لويس ما خلصت انا بعد ستركتور لويس ما خلصت بعد عندي الايتاب دي شارج فورمال وعندي ايتاب صغيره من بعدها هلا بقول لكم عنها كمان فاذا انا ما في مشكله نفذ دوبلي ليبر جي لي بارتاج اوتان كو بوسيبل
à respecter la règle de l'octet. هون j'ai pu respecter la règle de l'octet بالاكسجين الاس ما قدرت ما في اعمل شيء لانه ما بقى في عندي انا دوبلي ليبر ما انا بدي التزم بالرقم اللي طلع عندي هون هو 24 بقي منه لهوت لهوت سيس لما استعملت سيس بقي عندي 18 الكترون يعني 9 دوبلي ليبر اي فوالا جي ريبارتي هون 9 على الاتوم بيريفيريك وعملوا règle de l'octet. كتير مني. هلا شو بدي اعمل ما بيأثر رح بكفي الاتاب ما بخاف في عندي شو شارج فورمال شو الشارج فورمال بعمل هيدي السيركل بعد شو في بقلبها 2 4 6 7 هو الاولى حاله قد ايه 6 7 بالدائره هو لحاله 6 يعني زايد وحده عما هو لحاله بحط موا نفس الشيء موا بموا بيجي للاس بعمل هيدي الدائره قد في بقلب هاي الدائرة 1 2 3 3 الكترون بقلب الدائرة هو لحاله قديش الاس هو 6 هون قديش ناقص عما هو لحاله هون زايد عما هو لحاله ولا ناقص اكيد ناقص في 3 لانه بقلب الدائرة قد ايه ناقص عما هو لحاله ناقص 3 3 بلس انا هلا اذا بجمع الشارج فورمال 3 موا و 3 بلس بيطلعوا زيرو بيطلع الشارج ده للمولكيول مزبوط يعني هلا انا في اقول هيدي ستركتور دو لويس خلصت هيدي على فكره صح مش غلط بس مش هيدي الفينال مش هيدي لا بلوس تابل هيدي المولكيول مزبوطه كلويس بس مش هيدي لا بلوس تابل هيدي فيها مشاكل في عندي كتير شارج بلوس والموان والشارج بلوس والموان سون با بريفيري جو دو شيرشي ا تروفي دي شارج نول بالشارج فورمال اعطيتها ريمارك لي شارج نول سون لو بلو بريفيري شو بعمل هون لايكو بكل بساطة موا بتشيل مقابلة واحدة بلوس من هوت ثلاثة بتشيلوا واحدة موا واحدة بلوس بتشيلوا دوبلي ليبر وشو بتحطوها وين بتحطوها هون كاليزون دوبل مثل ما عامل أنا هون فإذا شلت الموا هيا شلت الموا شلت واحدة بلوس صار عندي اثنين بلوس وشلت من هوت ثلاثة واحدة دوبلي ليبر حطيتها هون فوالا صار عندي هون أنا هلا اليزون دوبل بهالحالة شو صار الأكسجين إذا بتعملوا دائرة حوالين الأكسجين 4 5 6 هو لحاله 6 صار الشارج فورمال تعيته 0 هلا رجعوا جمعوا الشارج فورمال 2 بلس و 2 موا كمان 0 وهون على فكرة صار الصوف ريسبكت لراجل دولوكتي 4 6 8 ممتاز طيب خلاص بوقف هون في شيل بعد موا وبلوس مثل ما شلت من هون في شيلهم كلهم هون بهالحالة فيني شيلهم لا لانه عندي صفر مش على طول فيني شيل هلا اعطيكم الراجل اجى وقت الراجل هلا لانه شفتوا المشكله وين انتم هلا بشيل وحده موا بشيل وحده بلس بشيل الدوبلي ليبر بحطها ليزون دوبل بشيل وحده موا بشيل البلس بشيل الليزون هون بالاحرى هيدي الدوبلي ليبر بحطها ليزون دوبل شو بتصير بتصير بهالشكل هذا هيدي اللي كانت هيك كانه شلنا 3 موا و3 بلس عملنا ليزون دوبل بعد شيل بير ليبر بير ليبر بير ليبر صارت بهالشكل هيدا اذا بتعملوا الشارج فورمال لكل وحده يطلعوا زيرويات هيدي لا بلو بريفيري بس عندي مشكله لو سوف نو ريسبكت با لا ريجل دو لوكتي شو عنده هون 4 و4 8 و4 12 الكترون اسكو لو سوف بو اكسيدي لا ريجل دو لوكتي وي بيان سور السوف هو ليني 3 وبتعرفوا انتم بالليني 3 في عندي 3 اس 3 بي 3 دي انا اذا عبيت هيدي 3 اس 2 3 بي 6 صاروا 8 في عندي الدي حد منا الصفر فيها تطلع فوق الاوكتي فيها تروح على الدي ما في مشكله ابدا بهيدا اللين عندي 3 اس 3 بي 3 دي ال بو فير سو كون ابل اكسبانسيون دو لا كوش دو فالانس هل بنسميها اكسبانسيون دو لا كوش دو فالانس انا هلا الكونفيغوراسيون الكترونيك تاعت الاس ما بتنتهي بدي هي بتنتهي باس وبي بس موجوده عند الدي فاضي مش موجود عليها شيء إذا أنا بدي أعطيها إلكترون فوق 8 بتقبل بتقلي ما مشكلة أنا عندي بالليني دي عندي بالليني تروى عندي شيء اسمه دي فاضي في حط عليه ما في ما بيأثر إذا أنت مضطر بقلب هاي المولكول لحتى تحصل على مولكول ستابل بتقبل كرمال هيك هون السوفر ما عندها مشكلة تطلع فوق الأوكتي إن هي ليني تروى هلا رح أحكي عن الراجل بعد شوي بس لخلص هيدا المولكول عملوا الشارج فورمال بيطلعوا كلهم زيرويات وجمعة بيطلعوا زيرو لأنه المولكول هي أصلا ناتر مثل ما شايفين ولا طيب عال كتير منيح هلا اذا انا بدي عد الدوبلي بقلب هالموليون ونوليون 2 4 6 7 8 9 10 11 12 طلعوا دوز مزبوط
انه 24 ديفيزي بار 2 هن 12، هذه كمان تاكدت عندي المجموع مزبوط. هلا اذا انا بدي اطلب منكم الكاتيجوري ا اكس 3، ما بعد الليزون، في طلاب بعدوا الليزون بيقولوا ا اكس 6، هذا شيء غلط. انا بالديفينيسيون قايل نومبر داتوم مش نومبر دو ليزون، نومبر داتوم لي على اتوم سنترال. كومبيان داتوم لي على اتوم سنترال؟ 3 ا اكس 3. ما عندي او، ما عنده بلا ليبر على اتوم سنترال، انا بشتغل على اتوم سنترال ا اكس 3. شو الجيومتري؟ تريانجولار بلان، تكونوا حافظين. اذا قلت لكم بدي الابريداسيون دو لاتوم سنترال، شو عامل هذا الاتوم سنترال؟ كم سيجما؟ وحده، اثنين، ثلاثة، لانه الثانيه اللي فوق هي بي. اذا وحده، اثنين، ثلاثة، ثلاثة سيجما على دوبل ليبر، لا، ثلاثة سيجما اي ابريداسيون؟ اس بي 2. فوالا جبت الابريداسيون دو لاتوم سنترال. كمان هيدا للاس او 3 جبنا لويس، شارج فورمال، كاتيجوري، جيومتري، ابريداسيون دو لاتوم سنترال. هلا خليني اروح انا وياكم على الراجل، كيف هون الاس طلعت فوق الاوكتي، كيف بدك تعرفوا مين في يطلع فوق الاوكتي ومين في ينزل تحت الاوكتي ومين في اجباري يعمل الاوكتي؟ هن ثلاث مجموعات، شيء فيه يكون تحت الاوكتي وشيء اجباري يعملوا اوكتي بالمولكيول، ما في مجال الا بدهم يعملوا اوكتي، وشيء فيه يطلع فوق الاوكتي. كيف فينا نميز اذا رحنا عملنا الراجل انا وياكم اسافوار كو، ورحت على التابلو بيريوديك، شوفوا التابلو بيريوديك قدامكم وبلشوا لي لينيه لينيه، بلشوا باللينيه ا من فوق، اول اتوم باللينيه ا عندي، انا باللينيه ا عندي اثنين اتوم، عندي الاش باول زاويه اغوش بالتابلو بيريوديك، وادروات اخر شيء بالزاويه عندي الاش او اللي هو بالجروب ويت، ما عندي غيرهم، هو فوق اش واش او. فوالا، فاذا انا هلا بلش بالهيدروجين. الهيدروجين شو بيعمل بقلب المولكيول؟ يرسبكت لراجل دو لوكتي؟ لا، الهيدروجين رسبكت لراجل دو دوبلي. الهيدروجين على طول بيعمل ليزون كوفالنت سامبل، يعني بيحمل اثنين الكترون، بنقول راجل دو دوبلي. الو الهيدروجين توجور رسبكت لراجل دو دوبلي، وهيدي بتعرفوها انتم من التيرمينال. بكفي باللينيا ا على هوا الهيدروجين، بروح بمشي في فراغ ما في بيناتهم شيء، بوصل للاش او. الاش او هو الاليوم، غاز اليوم، اول غاز بالجروب ويت او كولون دي زويت. اش او نفورم با دو ليزون، ما رح تشوفوه بقلب المولكيول، غاز داليوم هو مونو اتوميك نفورم با دو ليزون. فوالا خلصنا ليني ان، بروح لليني دو. بننزل في عندكم البي او والبي، البي او والبي. انا ما حكيت عن اول واحد اللي هو الليثيوم لانه بيعمل ليزون ايونيك اللي هو الميتال ليثيوم، اوكي. حب منه اذا بقرب شوي، في عندي البي او البريليوم 2، وفي عندي البار اللي هو الجروب 3. البار صار من ثاني جهه بنفس اللينيا عم بمشي. ولا اذا بتشوفوا هون التابلو، هيا عم بمشي هيك، هيدا الهيدروجين وهيدا الاليوم، هيدا الليثيوم قلت لكم ما اخذته لانه عامل ليزون ايونيك، هيدا البي او وهيدا البي. انا عم بمشي هيك، رح كفي سي ان او اف ان او، برجع بنزل على اللين 3 و4 و5 واتسترا، اوكي. عم بمشي بهالطريقه هيك. فوالا، فاذا انا بنزل على اللين 2، البريليوم والبار هن هوت 2، هن هوت 2 باللين 2، احفظوهم. بوسيد سوفون موان دو 8 الكترون، اوكي. فاذا بوسيد سوفون مش معناتها ما بحبوا يعملوا اوكتي، لا، إذا بيقدروا يعملوا أوكتي بقلب مولكيول معين كتير منيح، سون بلوستابل أكيد. الأوكتي هي الماكسيموم دي ستابيليتي، ما حدا عم بيقول لا، بس بوسيت سوفون أكتر الحالات بيكونوا تحت الأوكتي، ما في مشكلة. هولي فيهم يكونوا تحت الأوكتي، البي أو والبي، احفظوهم لهالطن، كفي على هواتهم. بروح باللين دو، نفس اللين عندي سي إن أو إف، كربون أزوت أكسجين فلور، هولي باللين دو. Toujours respecte la règle de l'octet. Ils ne peuvent pas dépasser 8 électrons. How les CNOF, les anapsamions, le knof. Est-ce mon knof? Anapsamions. CNOF. CNOF. How les 4 atomes, malahat le ou la aïe molécule, fia ou les 4 atomes, illa badu kuno holi, ils respectent la règle de l'octet. Mustahil. إذا شي مرة عندكم هول أربعة أتوم بأي مولكيول رسمته لويس وهو مش عاملين أوكتي، لويس غلط، انتبهوا. الكنوف CNOF
ils doivent respecter la règle de l'octet. Ma fi nkunu la taht 8 مثل le BE ou le B ou la فوق 8 مثل le soufr mal ma'na قبل شوي. ليه؟ لانه ligne 2 باللينيا 2 شو عندي انا حسب كليرشكوفسكي K L M N تذكروا معي بالK 1 S 2 بالL niveau N égale 2 2S2 2P6 est-ce que dans ligne 2 j'ai D ما عندي D ما بيقدر يعمل expansion de la couche de valence هاولي couche de valence تاعهم هو 2 بال2 ما في D من هالمبدا CNOF ils doivent respecter la règle de l'octet من كفي عهوى 2 حد ال F في عندي النيون اللي هو كمان تاني غاز تحت ال HE بالجروب 8 او كولون 18 كمان هيدا ne forme pas de liaison هيدا الغاز نيون كمان لما رح تشوفوه dans les molécules هيدا ne forme pas de liaison بنزل هلا على لين 3 من اللين 3 وطلوع à partir de la ligne 3 la règle de l'octet est respectée بتلاقوا حالات كتير est respectée ما في مشكلة ابدا mais il arrive que le nombre des électrons excède ce prescrit par la règle de l'octet اوقات بتلاقوا حالات تضطر الاتوم تطلع فوق الاوكتيت بشوفها وين موجودة إذا باللينيا 3 وطلوع 4 5 6 اتسترا بقول أنا أوكي فيها تطلع فوق الأوكتي أحسن لا تكون عاملة أوكتي مش لا بس إذا اضطرت تطلع فوق الأوكتي لحتى تأمل لي شارج فورمال زيرو لحتى تأمل لي مولكول ستابل منطلعها فوق الأوكتي البو لأنه لينيا 3 وباللينيا 3 في عندي دي البو الأتوم بو فير اون اكسبانسيون دو لا كوش دو فالونس من هالمبدأ نحنا من هالمبدأ أنا هون السوفر بهيدا الإكزامبل طلعته فوق الأوكتي كنت مضطر لأنه هون عندي 2 بلس و 2 موان كتير زعجين الموليكول بدأ شارج فورمال زيرو بروح على التابلو بيريوديك الأس وين موجود باللينيو تروا وطلوع طلعوا فوق الأوكتي ما بسأل يطلع فوق الأوكتي 10 و 20 إلكترون قد ما بدك يطلع فوق الأوكتي ما في مشكلة أبدا أكيد ما لح يوصل على 20 إلكترون بس أنه في يطلع فوق الأوكتي أنا ومرتاح بطلعوا فوق الأوكتي لايكم مثلا هون بالاس سي ال 2 هون ليني 3 ما طلع فوق الاوكتيت ما كنت مضطر كان زيرو ما في شارج لشيلهم مش على طول اكيد بفضلوا هن ليني 3 وطلعوا يعملوا اوكتيت ما عندهم مشكله الافضل اوكتيت بس اذا اضطروا انتم قدرانين تطلعوا فوق الاوكتيت فوالا هذا اللي عم بقوله فاذا ابارتي دو ليني 3 وطلوع اون بو اكسيدي لا ريغل دو الاوكتيت يعني نطلع فوق الريغل دو الاوكتيت لانه بليني 3 عندي ان اس ان بي ان دي قدران الساعه 10 هي يعني فوق 8 هون 2 هون 6 الاوكتي في ياخذ 10 الكترون بعد الزياده لهيدا الاتوم فوالا هول الراجل كثير مهمين لازم تعرفوهم وسامبل ما فيهم شيء بي او بي تحت الاوكتي كنوف اوكتي لين تروا وطلوع فوق الاوكتي هلا بحدهم لا اكثر ولا اقل برجع بقول لكم هن بفضلوا كلهم يعملوا اوكتي البي او والبي والكنوف ولين تروا وطلوع بس اذا مضطرين فين يكونوا تحت الاوكتيل بي او والبي واللين تروا وطلوع فين يكونوا فوق الاوكتي بس السي ان او اف ما فين يكونوا لا فوق الاوكتي ولا تحت الاوكتي ما بتلاقوا مولكيول فيها سي ان او اف الا ما تكون عامله اوكتي غير هيك ما بيمشي الحال بكون المولكيول غلط ستركتور غلط او المولكيول نكزيست با بكون في شيء مشكله فيها هات لناخذ اكزامبل 3 اللي هو الان او 3 1 هيدا الايون نيترات انا اعطيتكم اياه بالسلايدات واعطيتكم الفورمول فينال ما رسمناها رح نرسمها هلا NO3 مول رح استعمل بعض الميثود تعيد الكتاب تعيد الكور اللي انا اعطيتكم اياه قبل ما انتقل على الميثود تعيدي على التابلو بعد شوي فاذا NO3 مول شوفي بقلبها N و O هيدا ال N وهيدا ال O ما انا بدي اكتب لويس حد منا لكل اتوم بقلبها لهيدا المولكيول الان اي جروب الازوت اللي ما بيعرف بصير يعرف جروب 5 هول براتيك تحفظوهم خصوصا اللينيا 2 كثير بيمرقوا معنا الاكسجين هلا صرتوا حافظينه جروب 6 صار مرق كذا مره فوالا فاذا هيدا 5 وهيدا 6 سوم دي نومبر دي الكترون دي فالونس دون لا مولكيول 5 بلس 6 فوا 3 هون في شارج جو تيان كونت دو لا شارج هلا وصلنا لهالمرحله في موان يعني بلس 1 لما يكون في موان بضيف الكترون لما يكون في بلس بنقص الكترون هلا هون في وحده موان ضفت بلس 1 لو في 2 موان بلس 2 لو في 3 موان بلس 3 لو في 2 بلس موان 2 اوكي فاذا انا حسب شو بيكون الشارج لما يكون موان جاجوت لما يكون بلس بشيل موان هون موان 1 يعني موان هون موان يعني بلس 1 جاجوت بلس 1 اوكي لانه حامل شارج زياده موان يعني حامل الكترون زياده
تعرفوا بلس يعني في ترو ناقصه الكترون هون موان فاذا بلس 1 بيطلع الصم 24 الكترون ريبيري الاتوم سنترال هو الان اقل واحد جرولي اوز اتوم بيريفريك مثل ما شايفين طار دي تيري كم تيري استعملت 3 يعني 6 الكترون بشيل من ال 24 6 بضل عندي 18 الكترون قسم 2 9 دوبل ليبر جو دو ريبارتير 9 دوبل ليبر اوتون كو بوسيبل ا ريسبكتي لا ريغل دو لوكتي بلش من الطرف 3 اوكتي استعملت 9 ما بقي لها شيء للان ما بيأثر ما تخافوا بعدنا برجع بقول لكم الموليكول ما خلصت هون انا هالاتاب بعد في عندي شارج فورمال ومن بعد الشارج فورمال بدي شيل البلس وموان هو بيضلهم ببالي انا لما اخلص هول الاتابات فيي اقول صح ولا غلط بس هلا ما في مشكله 9 وزعت على البيريفيريك خلص بروح على شارج فورمال هيدي موان وهيدي موان وهيدي موان والان دو بلس لا يعملوا دائره حواليها في 3 الكترون بقلبها قد ايه ناقصها عما هي لحالها هي لحالها 5 ناقصها 2 دو بلس اجمعوا الشارج فورمال موان وموان موان 3 موان ودو بلس بيبقى موان مظبوط هل هيدي خلصت لا ما خلصت فيها كثير بلس وموان بدي افكر شيل بلس وموان بشيل اول موان واول بلس وهيدي الدوبلي ليبر بعملها ليزون دوبل مثل ما اتفقنا شو بصير عندكم بصير عندكم بهالشكل هذا بلس وموان وموان بهالشكل هذا والان هلا هون بس عملت هالاتاب شلت هاي الموان وهي البلوس حطيت ليزون دوبل شلت هاي الدوبلي ليبر اكيد هي هيعتبروا شلتوها وحطيتوها هون هيك اعتبروا وشلتوا وحده بلوس وحده هلا بهالحاله خففت الشارج فورمال وهيدي صارت ريسبكت لريغ دو لوكتي 4 6 8 السؤال في بعد شيل بلوس وموان وشيل هيدي حطها هون الليزون شو بصير عامل الان 4 8 10 فيها الان تعمل هيك لا ليه انا اعطيت الراجل كرمال هيك ليه اعطيتكم الراجل هون انا كنوف هيدي من الكنوف هيدي ان سي ان او اف هيدي ان ليني 2 ال بي با اكسيدي لا ريغل دو لوكتي ne peut pas recevoir plus que 8 الكترون ما بقدر شيلهم لهو اعمل ليزون دوبل كرمال هيك بوقف هون بقول هيدي الموليكول النهائي خلصت ولو انه عليها شارج شو بدي اعمل ما اقدر اشيل الشارج هيدي لا ستركتور فينال كرمال هيك وقت اعطيتكم اياها بالشكل هذا الان ال بي با اكسيدي لا ريغل دو لوكتي ان ليني 2 وبالدو في عندي دو اس دو بي ما عندي دو دي طيب عال ممتاز هيك خلصنا لويس وخلصنا الشارج فورمان شو الكاتيجوري ا اكس 3 ما في عندي دوبلي ليبر لحط الاو تريانجولار بلان شو الايبريداسيون دو لاتوم سنترال سيجما 2 3 ما عليها دوبلي ليبر 3 سيجما اس بي فوالا بهالطريقه هيدي بيكون عملنا لهيدا المولكول لويس شارج فورمال كاتيجوري جيومتري ايبريداسيون دو لاتوم سنترال بعد كمان في عندنا هيدا المولكول اي 3 مو عم نصعبهم شوي اي 3 مو هو 3 ايود عليهم شارج مو الاي هو جروب 6 انا حافظه انتم اذا تحفظوه اذا ما حافظينه بتتعوضوا بالجروب 6 عندكم فلور كلور بروم ايود هون كثير بيبرقوا معنا مثل السائل مثل الاف عليها 7 هن جروب 6 نفس الكاركترستيك تقريبا ولا اي عليها 7 الكترون دي فالانس Je dois faire la somme des nombres d'électrons de valence des atomes qui forment la molécule. On tient compte de la charge. 7 fois 3. Plus 1. Les plus 1, on a allé à moins. Plus 1. Ça fait 22 électrons. Je repère l'atome central. On a fait 3 i. Il y a 1 i. Moins 2 i. J'ai utilisé 4 électrons. Moins 4, ça fait 18. 18, il y a 9 doublés libres. Je dois répartir 9 doublés libres. Je vais mettre 3. انتوا عرفوا شغله عاده اللي بيطلع فوق الاوكتي او تحت الاوكتي هو الاتوم سنترال على طول البريفريك بيعملوا اوكتي اوكي فاذا بلشت من الطرف 1 2 3 عملت اوكتي 4 5 6 عملت اوكتي هن 9 بعد في 3 مو ما بدي احطهم على الاتوم سنترال ما بيأثر لو طلع فوق الاوكتي 1 2 3 صاروا 9 كثير منيح انا ما في مشكله لو طلعت فوق الاوكتي ما هيدي اي هيدي فوق اللينيو تروا ما في مشكلة أبدا شوفوا التابلو بيريوديك أوكي فوالا بيجي هلا خلصتهم لهو بعد ما خلصت المولكيول بروح على الشارج فورمال بعمل دائرة في بقلبها 7 وهي 7 يعني 0 وهيدي نفس الشيء 0 بيجي لهون بعمل الدائرة بعد شو بصير في بقلبها 4 6 7 8 زايدة وحدة عما هي لحالها بحط موان أصلا إجباري تحمل موان بتعرفوا ليه جمعوهم 0 0 موان موان فوالا بهالحالة تحمل موان لانه جمع الشارج فورمال هو الشارج دو لا مولكيول
وهيك بيكون رسمنا لوبس. هلا انا ليه رسمتها لينير ما عملتهم مثل انجولار؟ انا عارفها لينير، انتم بترسموا مثل بدكم، بعدين لما تجيبوا الكاتيجوري بتظبطوها. شو الكاتيجوري هون؟ اكس 2 اي 3، اكس 2 اي 3 ما هي الا لينير. اوكي عالي كثير منيح. شو الابيد سنترال؟ سيجما 2 و3 دوبل ليبر، اذا 5. 5 شو يعني 5؟ اس بي؟ لا. اس بي 2 كمان لا. اس بي 3 لا، تعطيني 4 على اس بي 3. طب اس بي 3 دي ايه؟ اس بي 3 دي هي 5، فاذا هون اس بي 3 دي هي الابريداسيون دو لاتوم سنترال. شفتوا كيف بهالطريقه بتكون عملنا لهول اربعه مولكيول لويس، عملنا شارج فورمال، عملنا الكاتيجوري، عملنا جيومتري، وعملنا الابريداسيون دو لاتوم سنترال. رح اروح هلا انا وياكم كمان على التابلو، وبدي اشتغل انا وياكم بعد كثير مولكيول، وهون رح استغل الفرصه وعلمكم الميثود تاعي. اللي بحب يشتغل على الميثود اللي علمتكم عليها وحكيت عنها كثير بالاكزامبلات اللي قبل عريحكم، هلا انا رح اعلمكم ميثود انا بعملها ورح اخذها رح اشتغلها على الاي 3 موا. طالما اخر شيء ختمناها بالاي 3 موا رح اروح اشتغل انا على الاي 3 موا. فوالا اي 3 موا. انا كيف بعمل لويس؟ انا ما بعمل كالكيول، انا بكل بساطه نفس الشيء، بدي احط لويس للاتوم اجباري، هيدي ما في استغنى عنها. اذا الاي جروب سيت اللي بيكون ما بيعرف هي التابلو بيريوديك انا بعطيكم اياه بالاكزامان، اكيد ما بعطيكم اياه بهالشكل، بعطيكم اياه بشكل عندهم زد واه، ما بعطي لويس يعني، بس انه انتم فيكم تروحوا اي بتشوفوا الاي هياها باي كولون دي سيت، يعني جروب سيت هي مكتوب سيت جروب سيت جروب سيت، يعني 7 الكترون دي بالانس. لحتى تعرف الكترون دي بالانس هي الازوت استعملناه، هذا السائل، هذا الاكسجين، اوكي، هذا الكربون، هذا السوفر اللي معنا قبل شوي كذا مره. فوالا، فمن هون بتعرفوا انتم كم الكترون دي بالانس من الجروب او من الكولون. انا بستعملها من الجروب، جروب سيت يعني 7 الكترون دي بالانس. برجع بقول لكم ما بعطيكم اياه بهالشكل للتابلو، بعطيكم اياه تابلو عادي بقلبه كل الاليمون ونعطي الزد والا. اوكي انتم بس كيف بتعرفوا الكترون دي بالانس من الجروب؟ جروب سيت يعني 7 الكترون دي بالانس. انا شو بعمل هلا؟ لك الاتابات، احفظوا معي الاتابات بليز لو سمحتوا. اول شيء بحط لويس للاتوم، بعدين جو ريبير لاتوم سنترال اي 3، يعني في وحده اي بالنص، هي اول مرحله. اثنين جو ريلي اوزوتر اتوم بيريفيريك، كثير منيح. بعدين بعمل اوكتي للبيريفيريك، اكتبوا بعمل اوكتي لمين؟ للبيريفيريك، هيدي اوكتي، هيدا البريفريك سنترال، ما 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 بضاره هلا. عملت اوكتي للبريفريك، بجيب الشارج فورمال دو بريفريك، بروح للاتوم للبريفريك بجيب لهم الشارج فورمال، بعمل الدائره اللي قلت لكم عنها. شو في بقلبها؟ 2 4 6 و7، هيدي برجع بقول لكم باخذ نص البوان 7، فانا 6 7 هو لحاله قد ايه 7، فاذا الشارج فورمال 0، وهيدا قد ايه هو ذاته الشارج فورمال 0. فاذا جو ريبير لاتوم سنترال جو ريلي اوز اتوم بيريفيريك، بروح على البيريفيريك بعمل لهم اوكتي وبجيب الشارج فورمال. هول التابات لحد هلا. هلا شو بعدين شو بعمل انا؟ بروح على المولكيول برجع شو في عليها؟ موان. طب موان اذا هو 0 مش لازم يكون جمع الشارج فورمال هو الشارج ولا مولكيول؟ يعني اجباري هيدي شو تحمل؟ اجباري تحمل موان حتى تزبط، يكون هيدي موا اجباري. اذا هو زيرو تكون الاي عليها موا. شو يعني اي عليها موا؟ يعني لازم يكون في بالدائره واحد الكترون زياده عما هي لحالها، صح ولا لا؟ طب هي لحالها قد ايه؟ مش 7؟ لازم يكون في بالدائره 8. شو في بالدائره؟ في وحده 2، بصير ببلش بعبي دوبل ليبر، 3 4 5 6 نزلها شوي لتبين، 5 6 7 8. هيك بهالطريقة حصلت على هيدا الموليكول أنا بهالشكل هيدا. ولا صار عندي بهالشكل هيدا، وأكيد هيدي حاملة مو. وولا حصلت على نفس الستركتور اللي حصلت عليه بالميثود اللي عملتها قبل شوي. إذا بدي أجيب أنا الكاتيجوري أكيد AX2 E3. ليش AX2؟ لأن هذا أتوم وهذا أتوم، دو أتوم لي على أتوم سنترال، وعلى أتوم سنترال في عندي 3 دوبل ليبر E3. الجيومتري بيكونوا حافظينها. لينير
hybridation de l'atome central, شو عنده 2 sigma و 3 double libre يعني 5 au total 5 مين بيعطيني 5 orbital hybrid الاسب 3D 1 4 5 ولا بهالطريقة هاي هلا الميثود تعيدها اكيد رح اعملها بعد بكذا 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 مولكيول رح اروح بعد لمولكيول رح اشتغل انا وياكم رح نروح للاس اف 5 بلس عم باخذ مولكيول صعبين مولكيول وسط اس اف 5 بلس اول شغله بدي اعملها بدي روح اكتب لويس لكل اتوم هيدي الاس برجع بقول لكم اللي ما بيعرف بروح على التابلو بيريوديك انا حافظهم الاس جروب 6 الاف جروب 7 فوالا Je repère l'atome central. Je relie l'atome central aux atomes périphériques. Voilà. بعمل octet ou charge formelle à périphérique. Et octet. Et octet. Et octet. وهي اوكتي وهي اوكتي بجيب لهم شارج فورمال بعمل الدائره هلا انا بعمل دائره بعيوني عاده انا عم بعملها كرمالكم لتعرفوها بس لتتعودوا عليها 2 4 6 7 هو 7 لحاله فاذا 0 وكلهم مثل بعضهم ايدونتيك مثل ما شايفين 0 اوكي ممتاز بروح على المولكيول شو عليها بلس عليها بلس لازم يكون جمع الشارج فورمال بلس طب هو كلهم 0 يعني اجباري هيدي الاس شو تحمل إجباري تحمل بلس ما في مجال ولا في شيء غلط هلا 0 بلس بلس طيب شو يعني بلس يعني بالدائره حوالين الاس بده يكون ناقصها وحده عما هي لحالها هات لنشوف اذا عملنا هالدائره هيك هات لنعد شو في بقلبها وحده 2 3 4 5 هي لحالها قد ايه 6 ناقصها وحده مزبوط فاذا مزبوطه البلس هون خلص ما في دوبلي ليبر ولا شيء خلصت كله تمام هذه لويس لهذا المولكيول شو الكاتيجوري ا X 5 عندي 5 وما في دوبلي ليب ما في AX 5 شو يعني AX 5 كونوا حافظينها بي بيراميدال بي بيراميدال تريغونال شو الإبريداسيون دو لاتوم سنترال شو عامل 5 سيجما 5 سيجما أي إبريداسيون ما علي دوبلي ليب هيدا أثبت الوادي مثل قبل شوي فوالا بهالطريقة هيدي جبنا لهيدي المولكيول رح اخذ بعض رح اشتغل معكم بعض كثير مولكيول رح اخذ المولكيول اللي بعدها رح اخذ مولكيول بي اف 3 فوالا بي اف 3 البي هو البار جروب اللي ما بيعرف روح على التابلو بيريوديك جروب 3 يعني عليه 3 الكترون والاف صار معنا كثير جروب 7 ريبيري لاتوم سنترال عم بقول الميثود تعيدي انا بدكم تستعملوا الكالكول ما عندي مشكله ابدا ريبيري لاتوم سنترال ريليي اوز اوتر اتوم بيريفيريك انا بشتغل على البيريفيريك اخشي على السنترال بعمل لهم اوكتي والشارج فورمال بالدائره في سبعه بعيوني عم بعملها مثل ما علمتكم فوق بروح على المولكيول شو عليها شارج صفر هو صفورة فإذا إجباري يكون على البي زيرو يعني زيرو يعني بالدائرة بده يكون في قد ما في لحاله بالدائرة قد في في ثلاثة هو لحاله ثلاثة فإذا تمام كله تمام هيدي لويس المضبوطة طب بتقولوا البي مش عامل أوكتي ما بيأثر ما أنا قلت لكم بالراجل البي بي والبي أو سوفون موان دو 8 إلكترون هلا هو هذا البلس تابل لا اذا بصح له يعمل اوكتي يا ريت بس بقلب المولكيول بي اف 3 ما قدرا في مولكيول ثاني بيكون فيها بي بتعمل اوكتي بس هون il peut ne pas faire la règle de l'octet لانه ما قدرا ما في خلص هالقد اوكي فاذا هون شو الكاتيجوري ا اكس 3 شو الجيومتري تريانجولار بتكونوا هول حافظينهم بلان شو عامل إبريداسيون الأتوم سنترال هون؟ البي كم ليزون سيجما وكم دوبلي ليبر؟ ثلاثة ليزون سيجما ما عليه دوبلي ليبر، شو عامل إبريداسيون؟ اس اس ال
كثير منيح. بنروح بعد لموليكول محل تابلو. بدي اخذ هلا موليكول اللي هي ال H2S. H2S كلكم بتعرفوا الهيدروجين جروب 1 والاس جروب 6. فوالا رب H2S بشو بتذكركم؟ بالH2O. ما الاس والاو هن جروب 6، يعني اللوس للH2S هي ذاتها لوس للH2O. نفس الشيء فيكم تعتمدوا هذا الاسلوب اوقات او هذا التفكير، ما في مشكله. هن لي زليمون دو ميم جروب عندهم نفس الكاركترستيك، نفس البروبريتي عاده. فوالا جو ريبير لا توم سنترال، je relie aux atomes périphériques. بعمل اوكتي هون للبريفريك، لا هون اش بعمله دوبلي، عامل دوبلي لحاله اصلا، والشارج فورمال تاعته صفر بالدائره في وحده. بروح على المولكيول، شو عليها شارج؟ زيرو. لازم هيدي تحمل زيرو، لا تحمل هيدي زيرو، شو لازم يكون في بالدائره؟ قد ما هي لحالها في بالدائره 2، فاذا ناقصها 3 4 5 6. هيك رسمت الاش 2 اس. شو هون الكاتيجوري؟ اكس 2 E2. ليه؟ لأنه دو أتوم لي على أتوم سنترال واثنين دوبلي ليبر على أتوم سنترال. بهالحالة شو بسميها؟ كودي، كودي بلان أو أنجولار، ما في مشكلة أبدا، مثل ما بدكم. شو عامل إبريداسيون هون؟ شو عامل إبريداسيون؟ فإذا كم ليزون سيجما؟ هي وحدة وهي اثنين وهي دوبلي ليبر وهي دي دوبلي ليبر، أربعة أو توتال. أي إبريداسيون؟ أسبترو. ولا بهالشكل هيدا. رح روح بعد لموليكول، رح نصعبها شوي كمان. SO3 دو موان، SO3 دو موان، الاس جروب 6. انا هيدا الشغل عم اشتغله هلا، بهمني تصيروا انتم كثير متمكنين منه، لانه هذا هو الدرس صراحه. هي لوس وشارج فورمال وكاتيجوري وجيومتري وإبريداسيون. بيبقى عندي شغلتين، الأنجل والبولاريتي اللي حكي عنه لقدام بالتدي. بس هول المواضيع عم اشتغلها اليوم كتير مهمين. إن فوا أنتوا صرتوا متمكنين منهم، خلاص مش الحال. الشابيتر فيه يقول أنا مش الحال وهذا الشابيتر. أوكي؟ كرمال هيك كتير رح اشتغل معكم اليوم وبكرة نفس الشغل اللي حيكون على موليكول لويس وشارج فورمال وكاتيجوري وجيومتري وإبريداسيون. شوفوا لا تتعودوا على الميثود. الأس جروب سيس والأو جروب سيس ما بيعرف بروح على التابلو البريودي. أنا حافظهم. Je repère l'atome central. هلا بس بدي اقول لكم شغله، انا لما عم برسم بجيومتري محدده، انا لانه عارف الجيومتري وين بدي اوصل، انتم بترسموا مثل ما بدكم. لما تحصلوا على الجيومتري بترجعوا بتظبطوا له شكله للمولكيول. سي با غراف. اوكي فوالا. انا je repère l'atome central، هذا الاس. je relie aux atomes périphériques، عندي 3 او، هي وحده وهي اثنين وهي ثلاثه. هلا ليه عملتهم لتحت؟ مش هيك ظبط مثل بدكم اعملوا، ما في مش برجع بقول لكم انا لانه عارف وين بدي اوصل، انتم مثل بدكم تعملوا. مهم تكون صح. لما تجيبوا الجيومتري بترجعوا بتنزلوهم لتحت، بتطلعوهم لفوق، بتعملوا الجيومتري اللي بتلاقوها تقريبا قد ما فيكم، ما في مشكله ابدا. ما مطلوب منكم جيومتري اكزاكت يعني. فوالا. فاذا هذا الاتوم سنترال، جو ريلي اوز اتوم بيريفيريك. الحاجة عيد الميثود اللي انا عم بعملها، عم عيدها كذا مره. اتوم سنترال، جو ريلي اوز اتوم بيريفيريك. Je fais l'octet et les charges formelles des atomes périphériques. هي اوكتي وهي دي موان. ليش موان؟ لأنه بالدائرة في 7. 2 4 6 7 وهي لحالها 6. هي الدائرة عملها لتشوف. هي الدائرة 2 4 6 7 هو لحاله 6. فإذا زايد بالدائرة وحدة فإذا موان. هيدا بعمل اوكتي وشارج فورمال. بعمل اوكتي وشارج فورمال. ولا خلصت. شو بعمل هلا؟ بروح على الموليكول. شو عليها الموليكول؟ عليها الموليكول دو موان. لازم يكون جمعهم للشارج فورمال دو موان. هون شو جمعهم؟ هون جمعهم 3 موان. ما بيمشي الحال. 3 موان يعني هيدي لازم تكون عليها بلس. اذا كان عليها بلس هلا بيمشي الحال، صار جمعهم 3 موان، وحده بلس هي دو موان. طيب شو يعني وشو يعني بلس؟ يعني بالدائرة بده يكون ناقصها وحدة الكترون عما هي لحالها. هي لحالها قد ايه؟ ستة. يعني بالدائرة لازم يكون في خمسة، قد ايه في بالدائرة هون؟
إذا بعمل هالدائرة حواليها قد في بقلبها واحدة اثنين ثلاثة شو ناقصها؟ ناقصها دوبل ليبر صار فيها خمسة شو صار؟ صارت هيك هيدي بلوس وهيدي او وهيدي او وهيدي او مهالشكل هيدا. هلا مش الحال جمع الشارج فورمال شو صار هلا جمع الشارج فورمال؟ ثلاثة موا واحدة بلوس هي دم بخلصت هاي ما خلصت طالما في بلوس وموا ما خلصت بدي اشوف اذا في شيل اذا ما في شيل بقول خلصت. طيب عاد انا هيدا هلا هون الصوف عامل 6 7 8 عامل راجل دلوقتي في حمله فوق طاقته ايه الصوف لين تروى كل الاليمونين تروى وطلوع في اعطيه هون فوق الوقت ما في مشكله بشيل هاي بشيل هاي بشيل هاي وبحط هون دوبل ليبر شو بصير في عندي هلا صار عندي اس راحت الشارج فورمال صارت زيرو وهيدي كمان صارت الشارج فورمال زيرو تاعة وهيدي الاو ضل عليه موان وهيدي الاو ضل عليه موان هيك بهالحالة خففت انا بلس وموان اوكي بس هيدي الاس طلعت فوق الاوكتين ما بيأثر فيها تطلع فوق الاوكتين ليكون الاكسجين كلهم عاملين اوكتين كنوف سي ان او اف ما فيه نطلع فوق الاوكتين ولا تحت الاوكتين بده يكون عاملين اوكتين اوكي هيدي المولكيول دو لويس فينا نقول سي لا بلس ستابل هو دو موا ما في شيء اصي عليها دو موا اجباري ضل في دو موا جمع الشارج فورمال هو الشارج دو لا مولكيول شو الكاتيجوري هون ا اكس 3 او لي 3 اتوم لي على اتوم سنترال وعندي دوبلي ليبر على اتوم سنترال ا اكس 3 او شو يعني ا اكس 3 او يعني بيراميدال تريجونال بهالحاله بتكون جيومتري بيراميدال تريجونال فوالا بيراميدال كرمالك انا رسمته بشكل بيراميد لكل بيراميد شفتوه لتحت بيراميدال تريجونال وشو الابريداسيون دو لاتوم سنترال سيجما 2 3 ودوبلي ليبر صافي 4 يعني 3 هيدا عم بحكي انا اكيد للاتوم سنترال هلا هم مسميه بيراميدال تريجونال او فيكم تسموه كمان اباز تريونجولار اوكي نفس الشيء اذا مرقت معكم بالامتحانات تريجونال او اباز تريونجولار نفس الحكي بالاثنين بدي اروح بعد لمولكيول كمان بعد بدي اشتغل معكم مجموعه كبيره من المولكيول اكيد مش كلهم اليوم بس بدي اشتغل بعد معكم اليوم كم مولكيول في عندي مثلا بي اف 4 مو هو على كثرتهم المولكيول عم نشتغلهم يعني بنكون غطينا مجموعه كبيره من انواع المولكيول بي اف 4 البي هو البار جروب 3 بي اف 4 مو وهيدا الاف جروب 7 ممتاز جو ريبير لاتوم سنترال هو البي جو رولي اوز اتوم بيريفيريك هيون الاف بعمل اوكتي وشارج فورمال للبيريفيريك مثل ما علمكم هي اوكتي وشارج فورمال صفر لانه سبعة بالدائره هو سبعة اوكتي شارج فورمال اوكتي وشارج فورمال اوكتي وشارج فورمال. هلا ما يكون الشارج فورمال زيرو عاده ما بنحط زيرو نحن بس انا عم حطه من باب لتعرفون بس المولكيول شو عليها موا لازم البي تحمل موا ليه انه بده يكون جمعهم موا 4 0 1 موا صاروا موا شو يعني تحمل موا يعني لازم يكون بقلب السيركل في وحده زياده عما هي لحالها هون بقلب السيركل شو في وحده 2 3 4 في وحده زياده عما هي لحالها هي لحالها 3 مزبوطه فاذا خلصت هيدي المولكيول ستركتور دو لويس تاعت البي اف 4 مو لاحظوا هون البي قلنا البي سوفون تحت الاوكتيت طب هون شو عامل عامل اوكتيت 2 4 6 8 شفتوا في كلمه سوفون سوفون يعني غالبا تحت الاوكتي بس في يعمل اوكتي هون بلس هون البور هو بلس تابل من البي اف 3 لما كانت تحت الاوكتي اكيد بس ما مش على طول في يعمل بيقدر يكون تحت الاوكتي اذا بصح له يعمل اوكتي بيكون كثير منيح شو الكاتيجوري اكس 4 اكس 4 هي تترايدريك تترايدر او تترايدريك مثل بدكم وهون كم سيجما 4 ودبل ليبر ما في 4 يعني اس 3 هيدي الابريداسيون دو لاتوم سنتر بدروح بعد لمولكيول بدي اشتغل انا وياكم مولكيول هي اكس او اف 4 الاكس او اف 4 الاكس او شوفوا بالتابلو بيريوديك هو جروب 8
نحن معودين بنقول الجروب ويك هن اليمون ستابل ما بيعملوا ليزون وهيك، مزبوط. معنى مثلا الاليوم هو ما بيعمل ليزون انتلكم، والنيون كمان ما بيعمل ليزون، بس في كم اليمون بيقدروا يعملوا ليزون مثل اكس او، اذا بنحطه مع 4 اف بيعمل ليزون ما في مشكله. اوكي، فاذا مش كلهم يعني هون فتنا شوي بالاكسبسيون. الاف جروب ست، جو ريبير لاتوم سنترال، جو رولي aux atomes périphériques. بعملون الأكتي والشارج فورمال. هلا هيك طريقة أسرع. Je repère l'atome central. Je relie aux atomes périphériques. بعملون الأكتي والشارج فورمال. عملتلون الأكتي والشارج فورمال. Voilà. أوكي؟ كتير منيح. الموليكول شو عليها؟ ما عليها شارج. شو لازم تحمل الاكس او؟ زيرو. زيرو يعني لازم يكون بقلب السيركل قد ما هي لحالها، هي لحالها 8، قد في بالسيركل؟ 1 2 3 4. فاذا شو بدها تحمل؟ بدها بعد 4. 4 يعني هي 5 6 7 8. هيدي لوس خلصت. شفتوا مع اسرعه؟ جو ريبير لاتوم سنترال، جو ريلي اوز اتوم بيريفيريك، بعمل لهم اوكتي وشارج فورمال للبيريفيريك، بروح على الموليكول شو عليها شارج؟ بحط الشارج تبع السنترال، بطريقه انه يكون جمعهم يكون الشارج دول موليكول. هون طلع عليها شارج زيرو، يعني لازم بقلب الدائره يكون في عندي نفس العدد هو لحاله، هون كان في 4 ناقص 4 هو 8 لحاله، حطيت 2 دوبل ليبر، انا بضيف دوبل ليبر هون، اوكي؟ فوالا، هلا شو الكاتيجوري؟ AX4 AX4 E2 شو يعني؟ يعني كاري بلان. شو عامل إبريداسيون هون؟ هون شو عندي؟ عندي 4 سيجما و2 دوبل ليبر، يعني 6 أوتوتال. شو بتعمل إبريداسيون؟ SP3 D2. بعد بدي روح لموليكول. في عندي هيدي الموليكول، في عندي البي سي ال 4 مون. أنا عم نقي الموليكول الصعبين، ما عم نقي شيء سهل، هو كل الموليكول بدهم شغل. البي سي ال 5 الفوسفور جروب 5، سي ال جروب 7 نفس الميثود. جو ريبير لاتوم سنترال، جو رولي اوز اتوم بيريفيريك، بعمل الاوكتي والشارج فورمال، بعمل الاوكتي والشارج فورمال. الشارج فورمال زيرو بالدائره في 7 هو لحاله 7. بروح على الموليكول عليها موا، لازم تحمل موا اجباري، لما تكون جمعهم موا 4 0 بدها تحمل موا لانه عليها موا الموليكول ما في مجال. موا يعني بالدائره حواليها في وحده زياده عما هي لحالها، هي لحالها 5. قد في بالدائره هون؟ 1 2 3 4 ناقصها 2 لتحمل 6 لانه موا 5 6. خلصت هذه لوس. اوكي، شو الكاتيجوري؟ AX4 E. شو يعني AX4 E؟ تترايدر ايرريجولي. هلا تترايدر ايرريجولي بنسميه كمان باسكول او بنسميه كمان بالانسوار اذا بدك. اوكي، هون شو عامل ابريداسيون؟ 1 2 3 4 سيجما 1 دوبل ليبر، يعني 5 او توتال، يعني اس ب 3 دي. هون اكيد عم بحكي ابريداسيون على طول دو لاتوم سنترال. اخر مولكيول لليوم قبل ما نروح للاسئله، رح اخذ اخر مولكيول اللي هي الجي او سي ال 3 بلس. الجي او هي اول مره بمر معنا، هو جرمانيوم. الجرمانيوم هو جروب 4، جروب 4 يعني عليه 4، يعني مثل بطل الكربون يعني اذا بدكم. والسي ال جروب 7، جو ريبير لاتوم سنترال سي جي او هو اقل واحد، جو رولي اوز اتوم بيريفيريك بعمل لهم اوكتي وشارج فورمال. بشكل هيك اسرع، اوكتي فورمال. برجع بقول لكم انا عم لاقي الشارج فورمال بالدائره بقلبها 7، هي لحالها 7 يعني 0، نفس الرقم بالدائره عما هو لحاله 0، بالدائره زايد عما هو لحاله بده يحمل موا، ناقص عما هو لحاله بده يحمل بلس. دكور، وفيكم تعملوا الميثود اللي علمتكم عليها على ريحتكم، هاي الميثود سريعه. فوالا، بروح على المولكيول حامل بلس اجباري، هاي تحمل بلس اجباري، جمعهم بلس 3 0 1 بلس بلس بلس، يعني لازم يكون في بالدائره ناقصها وحده عما هي لحالها، هي لحالها 4، هذه في الدائره هون في 3، اذا تمام ما بدها شيء خلصت. هون شو الكاتيجوري؟ AX3. AX3 شو يعني AX3؟ يعني تريانجولار بلان. تريانجولار بلان او فيكم تسموه كمان اذا بدكم تريجونال
بلان، هول بكونوا حافظينهم انتم، اوكي؟ انتم بتوصلوا لهون والجيومتريه بتكون حفظت هيدي، اوكي؟ هلا بنرجع، شو عامل الهبريداسيون الاتوم سنترال؟ كم سيجما؟ وحده، اثنين، ثلاثه، في دوبل ليبر؟ ما في دوبل ليبر، فانا شو عامل؟ عامل اس بيدر. فوالا، هيك بهالطريقه اليوم نحن اشتغلنا مجموعه كبيره من الموليكول، عملنا لها لويس شارج فورمال كاتيجوري جيومتري هبريداسيون دو لاتوم سنترال، استعملت دو ميثود بلويس وفي دو ميثود لجيبوا الشارج فورمال. انا بس حاب اقول لكم شغله، في عندي ميثود بعدين بعلمكم هاي اخر شيء، هيدي مش مطلوب منكم، اللي بحب يعرفها فيكم تجيبوا الجيومتري لاي موليكول بلا ما ترسموا لويس، في كالكول صغير هيك بعمله انا وبلاقي الكاتيجوري، لما الاقي الكاتيجوري لقيت الجيومتري. هلا هيدي مش مجبورين فيها انتم، بعدين اذا حابين بالنسبه للكونكور بيسرع وقت، انا بس عم اسالكم الامتحان لا موليكول جي او سي ال 3 بلس مثلا، لا جيومتري اي لينير بيراميدال تترايدريك تريانجولار بلان كاري بلان مثلا، بقنقي وحده انت مضطر ترسم لويس، انا في ميثود تعمل كالكول بسيط عليها بلاقي الكاتيجوري بجيب الجيومتري، يعني بلا ما امرق بلويس. اوكي، هلا انا عم مرقكم بكل شيء لتتعلموا كل التفاصيل، انه لويس اكيد مطلوب منكم. فوالا، ميرسي بور فوتر اتونسيون، طولت عليكم شوي اليوم، كانت محاضره ضروري نشتغل فيها شوي زياده. Merci pour votre attention. Hala la harouh, la question ou remarque, est-ce qu'il y a un conchit.